ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بلقياكم من جديد، وكنتمنى تكونوا في تمام الصحة وموفور العافية. قناة عيدان وصفة المغربية والعربية تحييكم، واليوم فيديو جديد ووصفة جديدة بالتأكيد. هي عبارة عن رغيف معمرين في الفرن، كيجيو من ألد ما يمكن تقديمه، رائعين، والشكل ديالهم أيضا غاية في الروعة. لهذا الرغيف المعمرين غادي يحتاجوا على بركة الله 200 غرام من دقيق الفرص، الدقيق الممتاز، 150 غرام من دقيق الفينو او دقيق القمح الرطب اللي كنقولوا ليه حنا هنا في المغرب سبيسيال. ايضا غادي نحتاج كيس من الخميره الكيميائيه، خميره الحلويات. غاديش نعملو كله، غادي ناخذ منه فقط ما يعادل 4 غرام، اي النصف ديالو، قبصه من الملح، ملعقه غير ممتلئه من الخميره الفوريه، وبطبيعه الحال اكيد الماء الدافئ من اجل العجن. اذا اعيد، غادي نحتاجو على بركه الله دقيق الفرس 100 غرام، 150 غرام من دقيق الفينو سبيسيال، 4 غرام من خميرة الحلويات، ملعقة غير ممتلئة من الخميرة الفورية خميرة الخبز، قبصة ملح، والماء الدافئ من أجل العجين. هذو هما المقادير. ندوزو على بركة الله طريقة التحضير. بركة الله غادي نوضع الخميرة ديالي هنايا. غادي ناخذ نصف الخميرة الكيميائية أو خميرة الحلويات، البيكنج باودر نصف الكيس بهذا الشكل، ثم غادي نخلط العناصر ديالي كلها بهذا الشكل هذا، وغادي نبدا نعجن بطبيعة الحال بكل بساطة. دونك غادي نخوي الماء ديالي، بسم الله على بركة الله، كنتمنى الرؤية تكون واضحة. دونك كيف كنقول لكم دائما على ان العجينة من الاول خصنا نغدروها بالماء، يعني نعطيوها الماء باش تجي عجينة لينة وطيبة. الان كنعطيها شويه ديال اليد هكا، كندلكها مزيان شويه ديال الكف باش كتجي عندي العجينه ديالي طيعه وما تعذبنيش ملي نكون باغا نخدم بها بطبيعه الحال المسمن ديالي او الرغيف المعمرين في الفرن. دونك بالنسبه للحشوه كتبقى اختياريه، كل واحد كيدير الحشوه على حساب اللي بغا. انا بالنسبه ليا غادي نعمرها اليوم بالفلفله والطون والبصله، ممكن تستعملوا الطون ديال مطيشه او تستعملوا الطون العادي، فلكم كامل الاختيار. وممكن تعوضوا هذه الحشوه بالحشوه ديال الكفته او الحشوه ديال لا داند او صدر الدجاج، يعني الحشوه كتبقى تماما اختياريه. انا اليوم غادي قدمت بزاف ديال الوصفات اللي فيهم الحشوه ديال الكفته وديال صدر الديك الرومي، اليوم غادي نقدم هاد الرغيفات معمرين بالطون، على انكم يعني الحشوه ستبقى لكم اختياريه وديروها كيف ما بغيتوا. دونك العجينه ديالي كنخليها ترتاح، نغطيها ببلاستيك غذائي. الحشوه اللي غادي تكون عندنا في هذا الرغيف او الفطائر معمرين في الفرن، فغادي نحتاجوا بطبيعه الحال جوج العلب ديال الطون مصفات من الزيت. الطون من الاحسن تستعملوا داك النوع اللي كيكون هكا فيه الطون كبير صحيح. غادي نحتاجوا بصله وحده مشلضه، غادي نحتاجو فلفلة خضراء مشلضة أو مقطع مربعات أون بوتي دي، غنحتاجو ملعقة من صلصة الطماطم اللي كتكون في الكرتونة، غنحتاجو ربع ملعقة من مركز الطماطم، معجون الطماطم يعني مطيشة الحك، غنحتاجو ملعقة صغيرة ديال الهريسة وعلى حسب الذوق، اللي ما كيبغيش الحار ما يديرهاش. بالنسبة للتوابل فغادي نحتاجو كيف ما كتشوفوا معايا ربع ملعقة ديال الملحة، ربع معلقة ديال التوابل ديال السمك، وربع معلقة ديال البابريكا او التحميرة. وبطبيعة الحال غادي نحتاجو الزيت الزيتون باش غادي نطيحو هاد المقادير كاملة. اذا هادو هما المقادير، ندوزو على بركة الله لطريقة التحضير. على النار كنوضع القليل من زيت الزيتون بالطريقة، وكنوضع فيه مباشرة البصل و الفلفل ديالي، وكنخليهم كيطيحوا بشويه عليهم فوق النار حتى كيطيحوا مزيان، عاد كنضيف عليهم باقي المقادير، كنقلبوهم مزيان باش تدخل فيهم ديك الزويته البلديه، وكنخليهم الا بغينا نغطيوهم كنديروهم على نار بليله، نقدروا نغطيوهم باش البصله كتطلق الماء ديالها وكيطيحوا مزيان، ديك الساعه نقدروا نزيدوا عليهم باقي العناصر.
معايا هنا الحشوه ديالي هي طابت، يعني طاحت مزيان. دابا غادي نضيف عليها الطون، كنذكر ان الحشوه درناها بالزيت البلديه، دونك الطون سخيناه من الزيت. غادي نضيفو الكل الان، نضيفو ملعقه ديال صلصه الطماطم، ملعقه من مرقه الطماطم والهريسه، كلشي بهذا الشكل. وغنضيف التوابل اللي هي فيها الملح، فلفل الاحمر او البابريكا، والتوابل السمك، ثم كنحرك الكل حتى كتندمج العناصر فيما بيناتها. دابا الحال اللي بغا يضيف الفرماج غوت او موزاريلا او فهو اختياري، هذا كيضاف حتى الاخر حتى كتبرد الحشوه. كنبداو نعمرو كنضيفوه من الفوق، كنوري لكم الطريقه كيفاش. دونك دابا غادي نخلي هاد العناصر كيتشوفو الطوماط ديالكم كيدخلو، الحشوه كتجي لذيذه، هي اقتصاديه وسهله ولكنها لذيذه جدا، يعني من اروع ما يمكن تقديمه في الحشوه، لان فيها الطون. حنا كنعرفو الطون انه اصلا لذيذ بلا حتى حاجه، و بالإضافة إلى التوابل ديال السمك كتعطي واحد النكهة رائعة، والفلفل والبصل، بالإضافة أيضا للبابريكا، فيعني كتجي حشوة رائعة. إذا أنا غنصبر على الطريقة هذي حتى الحشوة كلها كتجانس، ثم نخليها كتبرد باش ندوزو نعمرو العجين ديالنا. هاهي ارتاحت العجينة ديالنا، غنزولو لهاد الفيلم أليمونتيغ، ناخدو شي زليفة ولا شي غطار نديرو فيه شوية ديال الزيت. غنبداو ندهنو يدينا بحال هكا، قطوها بعدا خويو منها الخميرة بحال هكا كيف كتشوفو معايا بهاد الشكل. ثم غادي ناخدها ونبقى نشكل منها كويرات صغار على قد المسمنات، غادي نخدمها الخدمة ديال المسمن. دونك كيف ما كتشوفو معايا بحال هكا سمنات صغيورين اللي كنعملو، نتوما الحجم كيبقى لكم اختياري، بغيتو تكبرو غتكبرو، بغيتو تصغرو غتصغرو، المهم ان يعني غادي نخدموها الخدمه ديال المسمن بهذا الشكل كتشوفوا معايا. وكيف قلت لكم الحجم هو على حسب الرغبه ديالكم، كاين اللي كيفضلهم يجيو صغيورين، كاين اللي كيبغيهم يجيو كبار، انا صراحه كنفضل انهم يجيو مسطين، ماشي صغيورين بزاف وماشي كبار بزاف. دونك الكميه ديال العجين اللي عطيتكم اللي هي 200 غرام ديال الفورس و150 ديال الفينو اللي هي في المجموع 350، عطاتنا غادي تشكل لينا 7 ديال الكريسات او 8 ديال الرغيفات، فهي كميه مهمه كما كتشوفوا. دابا غادي نغطي الاخرين وغادي ندوز وحده غادي نبدا نطلق فيها. المال ديالي كنرشو بشويه ديال الزيت، ثم كنبدا على بركه الله كنطلق العجينه ديالي. العجينه ديالي كنرققها مزيان حتى كيبدا السطح ديال العمل كيبان بهذا الشكل. ندهن بشويه ديال الزيت، وكيف قلت لكم تنخدمها الخدمه ديال المسمن، دونك كندير هذا الجانب هذا هنايا، كندير شويه ديال الزويته، كنعاود ندير هذا الجانب هذا هنايا، كنطلق هكا شويه ديال الزويته، كنعرض هذه البلاصه، ثم كنجيب هذا المربع لهنا وهذا المربع لهنا وكنسدها. معكم وحده اخرى العجينه ديالي كنجيبها وكنبدا كنطلقها بحال بغيت ندير مسمن عادي، ندهن سطح العمل ثم نستمر الطريقه. كنستمر حتى كنرققها مزيان، كنجيب هذا الجزء هذا لهنا شويه زويته، الجزء الثاني بحال هيدا بحال هيدا ديال الشمالين، هذا هنا وهذا هنا، كنديرهم هكا مربعين معايا. المسمنات ديالي هما شكلتهم دابا على 4. بالنسبه للحشوه ها هي جاهزه، عندنا فيها لو فرماج اللي بغا يضيفو، عندي فيها الحشوه ديالي اللي وجدت اللي هي هذه ديال الطون والفلفل والبصله والزيتون للتزيين. اذا الفرماج غيبقى اختياري، اللي بغا يضيفو يضيفو، اللي ما بغاش بلاش. هاد هما المكونات. دابا حنا غادي نوصلو للمونتاج، المرحله ديال المونتاج ديال الرغيفات ديالنا.
كنتسناو على الحشوه ديالنا حتى كتبرد، كناخذوا المسمنه ديالنا على بركه الله، كنسرحوها هكا على اربعه كيف ما طيبناها بهذا الشكل. عفوا ماشي كيف ما طيبناها، كيف ما عملناها، كيف ما سرحناها المره الاولى بحال هكا. كنعطيها شكل مربع على الشكل هذا هكا هكا. ثم كناخذ الحشوه ديالي كنوضعها في الوسط بحال هكا، حشوه على حساب كميه معقوله يتعمر ليا الرغيفه ديالي. ثم كنجيب هذا الجانب هذا كنوضعو هنا، وهذا الجانب هذا كنوضعو عليه بهذا الشكل، وكنجيب هذا الجانب هذا كنوضعو عليه هنا، وكنحاول نقاد الحشوه ديالي بحال يجينا بحال اونفلوب، وكنجيب الجانب الاخر كنوضعو هنا بهذا الشكل هذا. كنحاول نثبت مزيان هذه البلاصه باش ما تفتحليش، وكنعمل فيها زيتونه بهذا الشكل، زيتون خضر صفر، ممكن ديروا زيتون بالعدم، انا ما عنديش، درت صغير زيتون مقطع عادي بهذا الشكل. كيجي هذا هو الشكل ديال الرغيفه ديالنا، كنتمنى تكون واضحه ليكم الرؤيه. ناخذ صفيحه ديال الفرن كنفرشوها بورق الزبده، ثم كنوضعوا فيها الرغيفه ديالنا. لكم وحده اخرى، غادي نحل العجينه ديالي او الرغيفه ديالي على اربعه، غنطلقها مزيان بهذا الشكل هذا. هادي غادي ندير فيها الجبن، الاولى ما درتش فيها الجبن، كنطلقها مزيان بهذا الشكل هذا. كيف قلت لكم الحجم ديال الفطائر او ديال هذا الرغيف ديال الفرن هذا كيبقى على حسب الرغبه ديالكم. كناخذ الحشوه ديالي كنوضع ملعقه في الوسط على شكل مربع بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. ثم كنجيب فرماج من الفوق كنوضع شويه بحال هكا فقط قليل، كنجيب هذا الجانب هذا بحال هكا، كنثبت عليه هذا الجانب بهذا الشكل، ثم كنجيب هذا الجانب بهذا الشكل بحال الرساله، والجانب الاخير بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا. سنحاول نقاد الجوانب اللي خصهم يتقادوا، كنجيب زيتونه كنوضعها هكا في الوسط بهذا الشكل. هذا هو الشكل ديال الفطائر ديالي، من بعد ما غنسالي غادي ندهنهم وندخلهم الفرن. هيا هذا هو الشكل ديال الفطائر ديالي من بعد ما وجدتهم، كنعاودو نتكم مزيان على هذا الزيتون هذا باش يبقى قابض بلاصتو. نتوما كيف قلت لكم الا بغيتو تعملوا الزيتون اللي بالعظم ماشي مشكل. الوغ هنا خديت واحد البيضه عملت فيها قطرات من الصويا صوص وشويه ديال الخل، وغادي ندهن بهم هاد الفطائر. نعم ماما نعم، واخ ندهن بهم الفطائر ديالي بهذا الشكل هذا غير شويه، ما كنكثر شيء. بغيتو ما تدهنوهمش، تقدروا دوزوا عليهم غير شويه ديال الزيت من الفوق او شويه ديال الزبده، فهذا يكون كافي ما بغيتوش ديروا لهم البيض. من بعد ما دهنتهم كيف ما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه هذه، غندخلهم الفرن الساخن على 180 درجه، غادي نخليهم يتحمروا ويطيبوا ونزولهم، غنشعل لهم من الفوق والتحت ونعاودو نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي للفطائر المعمره بالطون في الفرن. هذا حبيباتي هو الشكل النهائي للفطائر ديالنا من بعد ما خرجناهم من الفرن، كيجيو محمرين على هذا الشكل هذا، رائعين جدا، الشكل ديالهم مميز ويعني انيقين، كيحمروا الوجه كيف ما كتشوفوا معايا، كيجيو غايه في اللذه، رائعين جدا. هنا هزيت وحيده باش نوري لكم انهم كيجيو محمرين وفتين مزيان هكا كيف ما كتشوفوا، والحشوه كتجي رائعه في الداخل ديالهم. هانتوما كتشوفوا معايا كيفاش كتجي الحشوه، هي كتجي كلها معمره وملبيه مزيان. فهذه الفطائر كل ما يمكن القول عنهم انهم رائعين جدا، كيف ما قلت لكم خرجوا لنا 7 ديال الوحدات، ممكن انكم تصغروا او تكبروا، بحال مثلا كاين شي وحدين عندي خرجوا كبارين بحال مثلا هذه، ها هي هذا الحجم الكبير،
وكاين ايضا الحجم الصغير بحال هكا، فكيبقى لكم نتوما حريه الاختيار بالنسبه للاحجام. حقا انكم تجربوهم وينالوا الرضا والاستحسان ديالكم، والا جربتهم كيف العاده وعجبكم ما تنساوش تنضموا للقناه ديالنا الا كنتم مازال ما انضميتوش ليها. ما تنساوش ايضا تضغطوا على الزر الاحمر سابوني سبسكرايب من اجل الانخراط في القناه والتواصل بجديد الوصفات بتفعيل الجرس. ما تنساوش ديروا لنا لايك الا عجبناكم الفيديو ديالنا للتشجيع والاستمراريه والعطاء. وما تنساوش ايضا انكم تخليو لنا اقتراحاتكم ارائكم اللي اكيد غادي نعملوا بها في جميع الاوقات. وارجوكم ارجوكم ارجوكم ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو ديالنا على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام تويتر فيسبوك وسناب شات. كنتمنى منكم والى فيديو لاحق بحول الله.